طيب، في هذا الدرس بدنا نراجع two methods أنا بستخدمهم عشان أعرف العلاقات بين الـ classes والـ objects، اللي هي الـ method الأولى is instance، والـ method الثانية اللي هي is subclass. زي ما شفنا في البايثون في الـ built-in، في عندي دالة الـ type، ممكن من خلالها أعرف التايب تبع الأوبجكت هذا، شو التايب تبعه؟ هل هو string ولا integer ولا list؟ وهذه الميثود برضه تقريبا من نفس النوع، إنه الفكرة تبعتها إنه أنا بقدر أحدد العلاقة بين الـ classes أو الـ objects. طبعا ما دام الميثود إنه تبدأ بـ is، معنى ذلك إنه إيش حترجع؟ true أو false. هنا ايش في انا عندي؟ في عندي الكلاس x كلاس فاضي، وكلاس y كلاس فاضي، تمام؟ انه انا مش معني الان انه انا بدي اعبيه او بدي اعمل له شيء، بس انه انا بدي اعمل empty class، وعملت من الكلاس x عملت instances x1 و x2، تمام؟ و y كذلك نفس الشيء، y1 بتساوي y، y2 بتساوي y. هلقيت هنا is instance، ايش بتفحص؟ بتفحص هل الاوبجكت هذا عباره عن انستانس من هذا الكلاس، فبالتالي الباراميتر الاول عباره عن ايش؟ الاوبجكت، والباراميتر الثاني عباره عن الكلاس. فهنا هل الاكس واحد هي انستانس من الاكس؟ ايش بترجع؟ ترو. هل الاكس واحد هي انستانس من الواي؟ فولس. هل الواي واحد انستانس من الاكس؟ false. فبالتالي true false false، تمام؟ يبقى هذه الميثود is instance، وزي ما حكيت لك انه خلي بالك عشان انه انت تحدد العلاقة بين حكيت هنا is subclass. is subclass انت عندك الباراميتر الاول عبارة عن class، والباراميتر الثاني عبارة عن class. ايش بتفحص؟ هل الكلاس الاول subclass من الكلاس الثاني؟ عكس. لا. فبالتالي هل ال B عبارة عن subclass من ال A؟ نعم. طلع لي هنا على ال B. هل ال B subclass من ال A؟ صحيح. فبالتالي true. تمام؟ هاي كمان مرة، شو معناها؟ هل الـ B عبارة عن subclass من الـ A؟ طبعا هنا حسب تعريف الـ class، طبعا subclass، فبالتالي إنه true. شوف اللي بعدها، هل الـ A subclass من الـ B؟ false. طلع لي على تعريف الـ A، هو سوبر، بياخدش من ولا class، فبالتالي هو مش subclass من ولا حدا، فبالتالي إنه الـ A subclass من الـ B false. طب هل السي سب كلاس من البي؟ حسب التعريف ترو، فبالتالي ترو فولس ترو. طب السي انه سب كلاس مباشر؟ لا، السي من الاي حسب التعريف لا، بس خلينا نشوف ترو. نعم، فهي سب كلاس منه، نعم. فبالتالي هنا في السب كلاس انه حتى لو كانت عدة مستويات بالضبط، فبالتالي السي عبارة عن سب كلاس من الاي فعليا، مش بطريقة مباشرة ولكن انه من خلال البي، تمام؟ طيب هنا خليني اعمل لك اياها هذه بالاكس والواي او بالاي والبي، هنا احسن. يبقى هنا الاي والبي سالنا انه اذا كانت الاي والبي سب كلاسز من بعض، ممكن انه انا اضيف هنا واحدة ثانية واستخدم هنا لما شفنا is instance،
شفناها في كلاس الـ X والـ Y، والكلاس الـ X والـ Y فيش علاقة بيناتهم بالمرة. خلينا نشوف هاي الميثود الـ Is Instance في كلاسز إلها علاقة مع بعض. بس خليني أعرف هنا A small بتساوي A، B small بتساوي B، و C small بتساوي C. هنا في print is instance البارامتر الأول عبارة عن الأوبجكت، والبارامتر الثاني عبارة عن الكلاس. هل الـ A instance من الـ A small instance من الكلاس A؟ True. بس بدنا نشكل هذه هيك. سي كابيتال تمام، يبقى ترو هنا انه الـ A هي عبارة عن instance من الـ A كابيتال. طب لو كررنا وسألنا انه هاي هل الـ A instance من الـ B؟ false. طيب نيجي نسأل هذا الكلام نكرره هنا B small. هل الـ B عبارة عن instance من الـ A؟ لأنه في علاقة inheritance حتكون true. تمام؟ هل الـ B instance من الـ B؟ أكيد بطبيعة الحال هو instance، لكن هاي الجزئية اللي في هذا السطر ما دام في علاقة inheritance برجع لك true. بس العكس لا. وين العكس؟ هاي تمام؟ بتحط هاي النقطة. فا إيش مش واضح؟ الـ is instance لوحدها في كلاسات بدون علاقات واضحة بالنسبة لإلك؟ تمام. حكيت في الـ is instance في الكلاسات اللي بيناتها علاقات. الشغلات المباشرة هاي فيش عندك فيها إشكالية صح؟ اللي هي A مع A. تمام. هلقيت الآن A مع B في علاقة بين A و B؟ لا في علاقة. هاي الـ A وهي الـ B إيش العلاقة بيناتهم؟ انه الـ A سوبر كلاس للـ B. نعم. حكيت انت لما تيجي تسأل هل الـ A instance من الـ B؟ حكيت في علاقة بيناتهم، بس ما دام انت الـ instance انت عندك جاي من سوبر كلاس وانت بتسأل انه هل هو عبارة عن instance من سب كلاس بطلع لك فورس. ولكن العكس صحيح. ايش معناته العكس؟ انه انت بتسأل انه الـ B instance من الكلاس A. هو فعليا انه الـ B جاي من وين؟ طلع عليه على تعريفه، وين تعريفه؟ هاي سطر 2 هو instance من الكلاس A، من الكلاس B عفوا. تمام؟ ولكن بسبب انه في علاقة بين الـ B والـ A، انه الـ B ماخذ من الـ A، فبالتالي انه هذه الجملة بترجع لك true. تمام؟ واضح يا شباب؟ خلي بالك من واخد بالك ممكن تيجي في اختيار متعدد يعني. اذا فيش علاقة بيناتهم حتصير فورس بالضبط. اذا البي بياخدش من الاي لما تعمل هنا
انه البي انستانس من الاي برجع لك فولس. تمام؟